لو مستلمين الجائزة كنا طلعنا عبكير. أنا حكيت مع الاستقبال ورح يجيبوا لي قميص فورا. ليلي شو صار بثيابك؟ انتزعوا. هلأ طلبت من منى تبعت لي فستان بسرعة. لا بالك هالبرنس. صممته خصوصي إلي، فرحت لأنه عجبك. عفوا لو سمحت، يعطيك العافية، وين تسليم الجوائز؟ قاعة الأعراس بالطابق اللي تحت، حضرتك من المعازيم؟ لا، جاية عند توليب خانم، بدي سلمها الفستان. توليب خانم بالأوضة. أي أوضة؟ بس ثانية رح شوف لك فورا. الطابق الأول، رقم الأوضة 1012. 1012؟ إيه 1012. تمام، شكراً كثير لإلك. عفوا. عمر، تتذكر لما كان عمرنا 14 سنة ورحنا على الجزيرة مع بعض؟ بتذكر توليب. وقتها كبيت البوظة على أكتر فستان بتحبيه، وكرمال تردي لي الصعصعين نزعتي لي دواليب بسكليتي. وقتها كنت بتستاهل، خالتي كانت جايبت لي الفستان من باريس. عن جد عم اشتاق كتير لهديك الأيام. وصل فستاني. انتي شو اللي عم تعملي هون؟ طلبت من منى تجيب لي اياه. منى كان عندها شغل وطلبت مني جيبه لحضرتك. ايه طيب. شكرا كثير. الو نعم دان، شو الموضوع؟ احكي. تمام، استناني هنيك جاي فورا. لك شايفني قاعد بالسيارة وماني طافية، دقيقتين ورح تجي البنت وماشي. لحما يا استاذ ما فيك تستنى هون، نحن منصف لك السيارة. يا حبيب قلبي شو في داعي؟ ليش بدك تدفعني اجار الصفي من غير سبب؟ البنت جاية. ها ليك مجد، خدني من هون بسرعة. خير شبك؟ لا تسألني شي، بس امشي. لا تواخذني. عمر انت ما رح تحكي لي شو اللي صاير معك؟ لازم امشي هلأ توليب. بس ما استلمنا الجائزة لسه. انا مستعجل ولازم اطلع فورا، بعدين منحكي توليب. معقول لهالدرجة انت ما فيك تقلي شو صاير؟ داني داعس حدا بالسيارة. انت عن جد عم تحكي؟ ايوه، عم بيقول انه اللي داعسها مرة وماتت، لازم هلأ اروح. وقف، وانا رايحة معك، ما رح اتركك تروح لحالك. ايه مو محرزة تزعلي من الجوش؟ نحنا ما بنستوعب قصص هالناس. الله اعلم هالتافه وهو معك مع كم وحده كان. ما كنت بتخيل اني رح وافقك على هالشي. مزبوط اللي عم تقوله. يبدو ما عرفت عمر ابدا. اكيد يا بنت الحلال، من طول عمره الطيب ما حدا برد عليه. حسني قلبي من الاول شو طينته لهالتافه وقلت لك بدمن هاي الحركات. بعدين حتى توليب خانم اللي طاير عقلك فيها مو تارك شي ومعاملته. ليش هي شو عملت كمان؟ سيدة هي ما غيرها، لما دخلتي وكانت واقفة حدي، بتعرفي انه خبر السيليكون تبعها كان كذب؟ ايه، وتوليب خانم عملت هالشي قصدها. ايه طبعا، هدول ما بيعملوا شي بلا حساب جوري. وليش هي لتعمل هيك شي؟ والله اذا بتسأليها رح تقلك دعاية ومن هالحكي. يا ترى عمر عنده خبر؟ عنده خبر عمر؟ لك دقت له هداك اليوم وقت كنت عنده، هن بخبصوا وبيستروا على بعض. طيب وشو لازم قلك؟ ليش لا تسمح لهم يعملوا منك أداة يتحكموا فيها؟ معك حق، بس أكيد أنا عندي شي سبب. عايشة مو؟ والله فرحتني الحمد لله. بأي مستشفى هلأ؟
عندها قرايبين شي؟ طيب، معناتها بدي تنقلوها لعنا على المستشفى بسرعة. شكرا كتير إلك، بشوفك. ألو عمر، بدي الحلوان بسرعة. كنت عم حاكي المحامي، الست اللي ضربها داني طلعت عايشة هيك قالوا. رح ينقلوها على المستشفى تبعنا فورا، كله رح ينحل. توليب أنا بتشكرك، عذبتك. لا تحكي هيك، إذا بقدر ساعد رفيقي ولو شوي بكون كتير مبسوطة. طيب روحي، أنت روح هلا على المستشفى وأنا بلاقيك هنيك. طيب ماشي، أنا رايح هلا على المستشفى. عمر، وصلت أي أخبار شي؟ المخلوقة عايشة ميسون، لا تقلقي أبدا. هلا خبرتني توليب. أنا رايح هلا على المستشفى وببقى بطمنكم. نشكر الله ونحمده. يسلموا يسلموا كتير عمر، عن جد يسلموا. يا الله بشكرك تقبل دعوتي، الحمد لله يا ربي. جوري. نعم توليب خانو. ممكن تجي شوي لو سمحتي؟ بتمنى انك ما تكوني حكيتي لحدا انك شفتينا انا وعمر سوا. بنوب توليب خانو. ممتاز، هالمرة ما خيبتي لي ظني، لانه مو حابة انه تدرس صح.